قلنا at discontinuous edges at least ثلث الـ A sub S positive to be used، وهو هذا لازم يكون أكبر من A sub S minimum. A sub S minimum باللونج سبان هو 1.4 على FY B of the web 120 في D 356 ينطيني 153.3. But since we are using one bent one straight, this will give 1 في 12 هو 113. Add 1 في 10 additional top راح يكون 79 مليم 1 أبو العشرة، فالتوتال مجموعهم راح يكون 192 مليم تربيع اللي هو أكبر من 153. Everything is okay. As for the column strip in long direction, at least يقول لك ثلثين الـ A sub S of the middle strip to be used but not less than A sub S minimum. Use same reinforcement for middle and column strip. وفضل الموضوع لأنه التغيير كلش بسيط، هو شيش واحد بشيش واحد، فش تغير؟ احنا دا نستعمل أبو الـ 12، شقد أستعمل أقل؟ فماكو داعي، دا يكون الفرق كلش بسيط فنستعمل نفسه وينتهي الموضوع. هسه وين اقطع وين اعوج تسليحي بالتو واي ريبد سلاب سبورتد اون بيمز باستعمال كويفيشنت ميثود 3؟ يقول لك اول بنت بوينتس، نقاط العوجه الكسره مال حديد حتى اعوج اسوي بنت حديد تسليح بنت على بعد ln على 6 ln على 6 from face of support، والكت اوف بوينت اللي دا يعبر على الخانه المجاوره هو ربع الاسبان ln على 4. temperature and shrinkage reinforcement for the top flange. هسه التوب فلانج الراج لها temperature and shrinkage reinforcement. يقول لك التمبرتشر اند شرينكج هو 0.0018 بي في التي، التي هنا هو اتش اف ثيكنس اوف ذا فلانج، والبي راح يكون العرض مالتي اللي هو الف مليم اللي هو متر يعني من الفلانج، فاضرب الاي سب اس مينيمم يطلع 108. فال 108 يكفيها استعمل ويلدد واير فابريك، يعني احنا نسميها شنو الحصيره شنو اللي نستعملها البي ار سي اللي نستعمله في هاي الفلنجه الفوقانيه، ام ال 15 ب 15 سنتيم يعني فتحاتها كل 150، فراح فاي 5 ات 150 مليم ان ايتش دايركشن ويلدد واير مش. ويلدد واير مش يعني البي ار سي. اكو موضوع مهم، احنا من دا نقسم خاناتنا على 500 500 الفضاءات الفتحات، وبعدين رب مقدار 120، فالال ار كل 620. منو قال هاي راح تقعد ويا الحافة مال البيمز؟ اكيد ما تقعد، مو شرط. فشقد راح يبقالي هذا اللي شقد يبقالي لازم احسبه حتى يطلع عندي بالرسم. القانون العام شي يقول لك ذاك الاسبان عدد التكرار مال الفتحات الفجوات في الال سي طول الفجوة زائدا ان ناقص واحد بي اوف ذا ويب، لانه لو تجون تشوفون بالرسم اقعد احسب فتحات، فتحة فتحتين ثلاثة مثلا هن 10 فتحات، الربز بينات هن 9، يعني التكرار ناقص واحد هو في البي ويب، فان ناقص واحد في البي ويب، والتكرار اللي هو الان في ال سي. هاي اقدر ابسطها ان ال سي زائد بي دبليو ناقص بي دبليو، ولانه ال سي زائد بي دبليو ال ار فصار لي الاسبان هو ان ال ار ناقصا بي دبليو. خلصنا. Now when n number of voids in that direction where n number of voids in that direction. Now بالشورت دايركشن عندي حجم عدد الانات 13، span available اذا 13 في 0.62 ناقصا 0.12 البي اوف ذا ويب،
راح يطلع لي 7.94، بينما العرض الكلي ايش قد؟ 8. 8 ناقص 7.94 يعني 6 سنتيمات، فيبقى 3 سنتيمات منه و3 سنتيمات منه. فشوفوا بالرسم بادي 30، بالرسم بادي 30، هاي ال3 سنتيمات. يعني من وجه البيم النازل اكو عندي جزء صلد مقداره 30 سنتيم، يلا تبدي الفجوات. هذا الشورت دايركشن. اللونج دايركشن بالعكس، ان راح يكونون 16 لانه جايه من ال10 متر، السبان مالتي 16 في 0.62، هاي عدد ال ال سيات ال ارات سوري، ناقصا 0.12 البي اوف ذا ويب، فيطلع 9.8. هو العرض كله 10، 10 ناقص 9.8 0.2 يعني 20 سنتيم، اذا اترك منا 10 سنتيم ومنا 10 سنتيم كما واضحة أمامكم هنا بالرسم. دا نبدي بمية، يلا أبدي أقسم المربعات مالتي. وهاي جدا مهمة للشباب اللي يشتغلون مواقع، وين يبدي صفط البانز هذني المقلوبة مثل بانيو مقلوب صغير من بلاستيك أو فايبر جلاس، وش قد مين يبدي من الحافة مال بيم وش قد يبدي ينشر. فجدا مهم حسابها، هي مو عملية كلاوات. اكو ناس يطبقون من صفحة وجهة اللخ ايش قد يطلع، خلي يطلع، يطلع نص خانة ربع خانة ما يديرون بال، هذا مو صحيح. لازم تتوسط وتكون متساوية منا ومنا. loads transfer to beams مثل ما قلنا راح نسمي البيمز B1 هي الجانبين منا ومنا اللي يجي حمل من اللونج دايركشن، والبي 2 من الشورت دايركشن ولكن ديسكونتينيوس، والبي 3 هو الكونتينيوس. فالبي 2 فاكتور لود اون بي 2 هو في اي نفسه ال 51 اللي حسبناه سابقا. بي 3 دا يجي منا ومنا حمل من هالفضاء ومن هالفضاء، فهو 2 في اي ف 103. البي الحمل على بي 1 هو في بي اللي هو 10.57. هنا اكو شرح بسيط ما راح ادخل بتفاصيله، بس لانه راح ناخذ اليلد لاين خل نعرف الفاكتورز اللي تجيني من تيبل 4 للميثود 3 تخلي لي الاناليسز كله لينير الاستيك، ما دا يروح للنون الاستيك رينج او البلاستيك رينج. طريقه اليلد لاين هي تعتمد على بلاستيك زونز ودا تصير كراكس، فإذا أحسب الحمل الذي ينتقل بطريقة yield line راح يطلع لي الحمل أعلى من الحمل اللي إحنا دا نشتغل عليه بالإلاستيك، ولكن إحنا هاي ما نشتغل عليها، الطريقة تأخذها كاملة بكل تفاصيلها وتشتغل عليها وتطلع نتائجها. لا تخلط، لأنه أكو هواية مهندسين يجون يقومون load transfer to beams، يجي يشيك على اليلد لاين ويقارن وحده ويا اللخ وياخذ الاكبر، لا هي مو هيجي. انت عندك coefficients اربع تيبلز تطبقها كامله للوصول الى الجواب النهائي الصحيح. وين خلينا التسليح بالفلنجه مثل ما تشوفون بهذا الشكل، خليناه لي فوق الويلدد واير فابريك فاي 5 كل 150 welded wire mesh، وهذا الرسم شلون نرسم one bent one straight مرسومة هنا أمامكم بمنتصف الفضاء section 2-2. شوفوا بالمنتصف الشيش كله جوا، فشيشين جوا ونأشر سهم صغير على واحد منهم، يعني هذا راح يكون bent. ومن هنا بسكشن 1-1 اللي هي الديسكونتينيوس ايج عندي واحد معوج وواحد جوا، فشوفوا راسمين واحد فوق وواحد جوا، الراسمي فوق مخلي له سهم صغيرون يعني هذا ينزل راح يصير جوا في منتصف الفضاء. بالنسبة بالمنتصف هنا سكشن 3-3 جاييني شيش منا وشيش منا، بالإضافة فهذول اثنين دائريات ورسمنا لهم أسهم إلى جوا لان هذول راح ينعوجون، وعندي اثنين اديشنال ابو 16
ينرسمون على الجانبين، ينرسمون على الجانبين. بهذا القدر أكتفي بمحاضرات هذا اليوم. المحاضرة القادمة إن شاء الله إذا ما صار امتحان الخميس القادم، دكتورة زينة تنطيكم هذا المثال للتو واي رد سلاب كمثال تصميمي آخر لكم، حتى وراها ننتقل للدايركت ديزاين ميثود بإذنه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.